مالك يا منور في ايه؟ تعبانة قوي، تعبانة قوي يا عم، نفسي اترمي في حضنك واقعد اعيط انني ما صدقت لقيت لي حد. طب قولي لي انا ممكن اعمل ايه اساعدك بيه يعني؟ ما تسيبنيش. حاضر. احلف احلف. والله العظيم ما اسيبك، ده انت اختي. قلب اختك يا اخويا. ده وده هتاخديه بعد الفطار، ده بعد الغدا. وفين اللي بعد العشاء؟ لا ده في تقدم حلو قوي، انت فاكره اللي بعد العشاء؟ بصي هتلاقي كل حاجة مكتوبة عندك، إيه اللي بعد الغداء، اللي بعد العشاء كده يعني. لا ما هو أنا قعدت امبارح أفتكر حاجات كتير، قصدي أفتكر. لا ما هو أنتوا لازم تعذروني، ما هو اللي حصل لي مش هين يخلي أي واحدة مخها يفوت. بس أنا هبقى كويسة. أنا حاسس إن وجودك هنا هيساعدك كتير. لا اللي هيساعدني اقعدي في بيتها هناك، قصدي بيتي. حبيبتي انت كنت بتقعدي في البيت ده اكتر من بيتك بكتير لحد وفاه ماما الله يرحمها. ان شاء الله تظهر براءتك وتستلمي بيتك وتقعدي فيه وتقعدي في اي حته انت عايزاها. يعني هو انا لو اتدريت هناك في مشكل؟ بص يا منار، انا عشان اجيب الدواء ده من البيت انا نطيت من السور بتاع الجنينه اللي ورا، استغليت ان الدنيا ليل وكده. حبيبتي النيابه قافله البيت كله لغايه ما التحقيق يخلص. بعدين انا مش فاهم هو ايه المشكله في انك تقعدي هنا. لا مفيش، بس انا عايزه حاجاتي من هناك، اللاب، واكيد كان عندي محمول بستعمله. يعني الحاجات دي هتخليني ارجع منار اللي انتوا مستنيينها، ويمكن احسن. طيب مش ناوية تقولي لي انت ليه كسرت البراميز اللي جوه وليه كل ده حصل؟ عمر مش لازم تسألها يعني، سيبها براحتها، خليها تطلع كل اللي جواها. اعملي اللي انت عايزاه. لو على اللي هنعوزه هنعوز ياما، وزي ما الدنيا خدت مني هاخد منها واكتر. اه ده البواب، انا كلمته بس عشان نجيب واحده تنظف البيت بقاله كتير مقفول وتلم الحاجات اللي اتكسرت جوه. باذنك. صباح الخير يا استاذ عمر. ازيك يا حسام بيه؟ ليه معاك كلام كتير قوي يا باشمهندس؟ هو حسام بيه ضيف عندنا في البيت، وهو ما كانش يعرف ان منار هنا وهو لسه جاي اصلا. يعني ما كانتش عنده في المزرعه اللي على الصحراوي. طب وما قبضتش عليها ليه وهي في المزرعه اللي في الصحراوي؟ انت عارف كويس قوي الاجابه. طيب يا سياده المقدم اتفضل خد اجراءاتك.